في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية المستمرة لخدمة المجتمع وتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، أقيم احتفالا كبيرا بمنطقة الصوت والضوء بالأهرامات لتسليم 500 عروسة مصرية، 3500 جهاز كهربائي بواقع 7 أجهزة لكل عروسة. النهاردة في زواج أكثر من 500 عروسة من جميع محافظات الجمهورية، بنحتفل بيهم، بنقول لهم احنا معاكم، قلب واحد ايد واحده. النهارده بنقول دي مبادره من التحالف الوطني للعمل التنموي الاهلي، حياه كريمه، مصر الخير، الارمان طبعا، تحيا مصر. النهارده بنثبت للمجتمع المدني كله ان احنا ايد واحده، قلب واحد. النهارده يمكن بنقول زواج اليتيمات، بنحدد اليتيمات اللي هي الغير قادره على انها تبني بيتها، وطبعا ده اهم حاجه هي الاجهزه الكهربائيه. حضراتكم مشرفينا النهارده في احتفاليه تجهيز 500 عروسه ب 3500 جهاز، كل عروسه بتاخد 7 اجهزه. النهارده يوم كله احتفالات، وده تحت مظله حمله ايد واحده اللي اطلقتها التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ووزاره التضامن الاجتماعي والهلال الاحمر وحياه كريمه. شرفنا النهارده ان احنا بنشارك في الاحتفاليه ديت كمؤسسه حياه كريمه مع جهات كبيره زي صندوق تحيا مصر. بنحتفل جميعا النهارده بتيسير زواج 500 فتاه وتزويدهم بكافه مستلزمات الزواج كهديه مقدمه من صندوق تحيا مصر بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، مستهدفين الفتيات من 20 محافظه. ان شاء الله مستمرين في دعم كل الفئات الاولى بالرعايه ضمن انشطه حمله ايد واحده، باذن الله مستمرين للوصول لكل الفئات الاولى بالرعايه في كل المحافظات. احنا بقالنا فتره كبيره جدا مجهز الحفل ده، زي 9500 اسره. تخيل حضرتك مجرد بس ما شفت الفرحه النهارده على وجوه الناس، انت بجد نسيت كل تعب الفتره اللي فاتت، وربنا يستخدمنا ولا يستبدلنا. وشكرا لكل حد ساعد النهارده وساعد الفتره اللي فاتت دي كلها في سعاده الناس. حضرتك لو شفت فرحه الناس جوه هتنسى كل التعب، وهتحس قد ايه الدنيا لسه بخير، وربنا يحفظ مصر يا رب وكل القاده وكل من ساهم في كل الفرحه دي. احنا النهارده بنجوز بالنسبه لمؤسسه حياه كريمه، بنجوز 500 عروسه بواقع 3500 جهاز، حوالي 8 اجهزه لكل عروسه. والحقيقه ودي رسالتنا في مؤسسه حياه كريمه، ان احنا دايما نسد احتياج الفئات الاولى بالرعايه، ونكون يعني موجودين دايما جنبا الى جنب في كل الازمات او حتى الافراح زي النهارده. احنا النهارده داخل الاهرامات الجيزه بنحتفل بتجهيز 500 عروسه، فحقيقي يعني فرحة ما توصفش على إدخال السرور والبسمة على أهالينا من كل مكان. الفرحة والسعادة على الوجوه بعد إنهاء كافة احتياجاتهم واقتراب الحلم. والله أنا فرحانة جدا وبشكر جدا حياة كريمة اللي وفت معانا، وربنا يبارك لهم يا رب، وكل اللي عمل معانا خير ربنا يبارك له. جابوا لي 7 أجهزة كان ناقصنا، هو دول كان ناقصنا يعني في الاجهزه الكهربائيه، وكانت تقيله على حملنا قوي، وفرحانه جدا ان انا خلاص يعني هكون في بيت جوزي وكده. جهود كبيره يقدمها التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي من اجل تحقيق حياه كريمه لكل مواطن.